تسجيلات دار الحديث المركز الثاني العلمي بالحديدة تقدم. الأمل والتطمين في زمن فيروس كورونا الصين، فإن المتأمل في واقع أمتنا اليوم بشكل عام وفي واقع اليمن بشكل خاص لا يجد نفسه أمام واقع مرير وجرح نازف وسط غيوم سوداء داكنة، إذا أخرج يده لم يكد يراها. أوبئة وصراعات وجراح ونزاعات ونزوح وخيامات وأمراض وفيروسات ككارونا والسارس وفيروس غرب النيل وفانتا وغيرها مما نسمعه في الأخبار والإذاعات. الأمل والتطمين قوة دافعة تشرح النفس وتبعث النشاط في القلب والبدن، تدفع الكسول إلى الجد والمجد إلى الاجتهاد وتحفز الناجح. لولا الأمل ليأس الناس من الحياة وأصبح الكل يتمنى الموت، لذا قيل اليأس سل الأمور والأمل والتفاؤل نور الحياة. ومع كل هذه الأحوال ما لانت له قناة ولا انطبأ في نفسه الأمل، جاءه خباب بن الأرد ظهره مكوي بالحديد المحمى وقال: يا نبي الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ويبشر صلى الله عليه وسلم بظهور الدين وهو طريد بين مكة والطائف، ويعد سراقة بسواري كسرى وهو مطارد في طريق الهجرة، ويجتمع على المدينة 10,000 قريش وغطفان ومن يحطب في حبلهما من خارج المدينة، واليهود والمنافقون من الداخل. إنه موقف عظيم صوره القرآن بقوله: إذ جاءوكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وجاء الله بحمير أعوانا وأنصارا. اعلموا أن الغد أفضل وأن المستقبل أجمل، والذي لا إله غيره لو لم يبق من الدنيا إلا ساعة لحقق الله وعده وحقق نصره. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. تفائل يا قوم رغم دموعكم، إن السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبقى خيره أيضره. يا قومنا سنارة الصياد، فدعوا اليهود بمكرهم وديونهم، نمل يدب بساحة الآساد قسما بمن أسرى. تسجيلات دار الحديث المركز الثاني العلمي بالحديدة تقدم. الحمد لله ذي الجلال والجمال والكمال، المتفرد بحسن الذات والأسماء والصفات والأفعال، جعل الدنيا دارا للأحزان والأهوال، لا يغير سواه من حال إلى حال. أشكره على نعم عجزت عن شكرها الأقوال والأفعال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه المرجع والمآل، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو الكبير المتعال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المتوكل على ربه في كل الأحوال، يكره الطيرة ويحب الفال، صلى الله عليه وعلى أصحابه والآل. أما بعد عباد الله، فإن المتأمل في واقع أمتنا اليوم بشكل عام
وفي واقع اليمن بشكل خاص لا يجد نفسه أمام واقع مرير وجرح نازف وسط غيوم سوداء داكنة، إذا أخرج يده لم يكد يراها. أوبئة وصراعات وجراح ونزاعات ونزوح وخيامات وأوبئة وأسقام وأوبئة وأسقام وأمراض وفيروسات ككارونا والسارس وفيروس غرب النيل وهانتا وغيرها مما نسمعه في الأخبار والإذاعات، وكثير منها شائعات، ولكن الشيطان نصب من خلالها خيام اليأس لكثير من الناس، وأصبح شعارهم لا فائدة، لا أمل، لا شفاء، لا راحة، لا سعادة. فكان لابد من نفثة تفاؤل وإشراقة أمل ونشر روح الثقة بالله عز وجل. فالناس اليوم بحاجة إلى من يوقد في نفوسهم شعلة الأمل، وليس ذلك فحسب، بل لابد من المتابعة والمراقبة حتى لا تطفئها أعاصير اليأس. أيها المسلمون، الأمل والتطمين في زمن فيروس كارون الصين قوة دافعة تشرح النفس وتبعث النشاط في القلب والبدن. الأمل والتفاؤل، الأمل والتفاؤل قوة دافعة تدفع الكسول إلى الجد والمجد إلى الاجتهاد وتحفز الناجح. لولا الأمل ما أرضعت أما ولدا، ولا غرس مزارع شجرا، ولا تزوج شاب ثيبا ولا بكرا، ولا تعلم طالب وجد اجتهادا. لولا الأمل ما اتجر تاجر وتحمل المخاطر. لولا الأمل ليأس الناس من الحياة وأصبح الكل يتمنى الموت. لذا قيل اليأس سلم القبور، والأمل والتفاؤل نور الحياة. فيجب على كل فرد من أفراد الأمة أن تكون حياته مفعمة بالأمل والعمل، بعيدة عن التشاؤم والملل، بعيدة عن التشاؤم والملل والكسل. والمتأمل في حياة الأنبياء والعظماء يجد أن حياتهم مملوءة بالأمل والتفاؤل الحسن، لم يكن لديهم مجال للتشاؤم واليأس والقلق، رغم ما لاقوه من كفر وعناد ونفاق وإلحاد. فهذا يعقوب عليه الصلاة والسلام، نعوا إليه يوسف، نعوا إليه يوسف وجاءوا بثيابه ملطخة بالدماء، ثم فقد أخاه. ومع كل هذه الأحوال، ومع كل هذه الأحوال لم يتسر اليأس إلى قلبه، وإنما خاطب أبناءه: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم. ومضى السنوات عديدة على تلك الحادثة الكبيرة، ومع هذا لم يفقد الأمل، وإنما خاطب أبناءه بروح متفائلة: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام صار شيخا كبيرا ولم يرزق بولد، فيدفعه الفأل والأمل وحسن الظن بالله أن يدعو ربه قائلا: رب هب لي من الصالحين. فاستجاب الله له، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين. وأيوب عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله بفقد المال والأهل والولد وبفقد الصحة والعافية 18 سنة، ومع هذا لم يسر اليأس إلى قلبه، وإنما أمل ورجا. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتى
آتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وموسى الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم لاقى من فرعون ما لاقى فأمره الله عز وجل أن يخرج ببني إسرائيل. وفجأة وإذا البحر أمامهم وفرعون من خلفهم فإذا بأصحابه يقولون إنا لمدركون. فقال لهم موسى بأمل وتفاؤل وثقة ويقين كلا إن معي ربي سيهدين فأوحى الله إليه فضرب البحر فانشق نصفين فنجا ومن كان معه وعاد البحر كما كان وأغرق الله فرعون ومن كان على شاكلته في ذلك الزمان والمكان. ونوح عليه الصلاة والسلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما فلم يستجيبوا له، لكنه ما يأس وما فقد الأمل، ولا يظن أحد أنه دعا على قومه بعد هذه المدة، فهو لم يدع على قومه إلا بعد أن جاءه الخطاب الرباني. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فينبغي على كل من يحمل هم الدعوة إلى الله أن يحملها بروح متفائلة، وهذا ما غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه. ظل صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة يدعو قومه إلى التوحيد والنجاة، فقابلوا دعوته بالسخرية والاستهزاء وأصحابه بالعذاب والبلاء. ومع كل هذه الأحوال ما لانت له قناة ولا انطفأ في نفسه الأمل. جاءه خباب بن الأرت ظهره مكوي بالحديد المحمى وقال يا نبي الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، كأنه يستبطئ عجلة الزمن ويريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بدعوة تهتز لها قوائم العرش فيهلك الله المجرمين كما فعل بعاد وثمود والغابرين. فينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه ولم تعجبه هذه العجلة، وألقى عليه درسا في الصبر على بأساء اليوم والأمل في نصر الغد المشرق، وقال له كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له فيوضع بالأرض ثم يشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. خرجه البخاري. ويبشر صلى الله عليه وسلم بظهور الدين وهو طريد بين مكة والطائف كما أخرجه ابن سعد في الطبقات، ويعد سراقة بسواري كسرى وهو مطارد في طريق الهجرة. نعم أيها المسلمون عباد الله، ويجتمع على المدينة 10,000 وتنقض اليهود عهدها، إنه موقف عظيم. اشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قريش وغطفان ومن يحطب في حبلهما من خارج المدينة، واليهود والمنافقون من الداخل. إنه موقف عظيم صوره القرآن بقوله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ بسخرات الياس ترتفع على شجرات الأمل، فيأتي صلى الله عليه وسلم وبيده معول الفأل والأمل فيضرب سخرات الياس والقنوط 3 ضربات. الله أكبر فتحت فارس، الله أكبر فتحت الروم، الله أكبر فتحت اليمن، وجاء الله بحمير أعوانا وأنصارا. رواه أحمد وحسنه الحافظ. وفي يوم بدر جعل صلى الله عليه وسلم ينشر روح الأمل والتفاؤل ويقول لأصحابه أبشروا فوالله إن الله وعدني إحدى الطائفتين، ثم جعل يقول لهم هذا
هذا مصرع القوم غدا إن شاء الله، هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. أمة الإسلام، أمة القرآن، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الأمل ويعجبه التفاؤل الحسن ويعجبه حسن الظن بالله. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة، وفي لفظ كلمة حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. خرجه الإمام البخاري: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وفي الصحيحين يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ظن عبد بالله خيرا إلا أعطاه الله إياه، ما ظن عبد بالله خيرا إلا أعطاه الله إياه. فإن ظننت بالله الخير فالخير في طريقه، وإن ظننت بالله الشر فالشر في طريقه، والعياذ بالله. اجتمع مصعب وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعروة بن الزبير في حجر الكعبة، فقال لهم عبد الله بن عمر: تمنوا. فقال أحدهم: أتمنى الخلافة. وقال الآخر: أتمنى العلم. وقال الثالث: أتمنى ولاية العراق. وقال ابن عمر: أتمنى المغفرة. قال ابن عمر رضي الله عنه: فهاهم القوم قد نالوا ما تمنوا، وها أنا بإذن الله أنال المغفرة. أنا عند ظن عبدي بي، ما ظن عبد بالله خيرا إلا أعطاه الله إياه. أيها المسلمون، إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن والكلمة الطيبة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته يعجبه أن يسمع: يا راشد يا نجيح، يا راشد ويا نجيح، فيتفاءل بهذه الكلمات. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وفي صلح الحديبية لما جاءه سهيل بن عمرو فقال صلى الله عليه وسلم: سهيل، لقد سهل لكم من أمركم. خرجه البخاري: سهيل، لقد سهل لكم من أمركم. وكان صلى الله عليه وسلم يغير بعض الأسماء تفاؤلا تفاؤلا وحسن ظن بالله، فغير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. رواه مسلم، رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج يستسقي قلب رداءه تفاؤلا بتغير الحال. كان العلامة السعدي رحمه الله إذا استسقى قبل أن يخرج إلى المصلى ينظف سطح البيت ويسلك الميزاب تفاؤلا بتغير الحال. والعرب كانت تسمي اللذيغ سليما، وتسمي الكسير جبيرا، وتسمي الأعمى بصيرا، وتسمي فاقد الضالة واجدا. كل ذلك تفاؤلا وحسن ظن بالله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، عباد الله، إنني أدعو كل متشائم إلى أن يغلق نوافذ التشاؤم ويفتح أبواب الأمل والتفاؤل والظن الحسن بالله عز وجل، فإن الله عز وجل عند ظن عبده به إن ظن به خيرا فخير، وإن ظن به شرا فشر. اعلموا أيها المسلمون أن اشتداد الظلام مؤذن ببزوغ الفجر، وبعد العسر يسر، وبعد المرض عافية، وبعد الفرقة اجتماع، وبعد كارونا شفاء وعافية، وبعد الحزن سرور، وبعد التوتر راحة بال. ولا تيأسوا من روح الله،
إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وتلك الأيام نداولها بين الناس. أيها المسلمون عباد الله، إياكم والتشاؤم، إياكم والقلق، إياكم واليأس، إياكم والاضطراب، ادفعوه عن أنفسكم، قاوموا أنفسكم على دفعه، فهو من أشد الأخطار، وهو من الذنوب الكبار، بل إنه قرين الكفر والضلال. قال الله: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. اليأس سوء عدب مع الله، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا، وإذا مسه الشر كان يئوسا. اليأس كفر وضلال وموت وانتهاء. أما الأمل فإنه نور وإيمان، فإنه نور وإيمان وأمن وأمان، إنه سعادة، إنه حياة طيبة، إنه حياة طيبة. المتفائل يرى كل شيء جميلا، أما المتشائم فإنه يرى كل شيء خبيثا. حياته مليئة بالضيق والقلق والاضطراب. نعم أيها المسلمون، المتشائم يقول: الكأس فارغ إلى نصفه، أما المتفائل فإنه يقول: الكأس مليء إلى نصفه. أيها المسلمون عباد الله، إن من يسبون الظلام كثير لا كثرهم الله، ولسنا بحاجة إليهم، وإنما نحن بحاجة إلى من يوقد الشموع في وسط الظلام. اعلم أيها المسلم، خذها من النهاية، لأن تحيا بأمل إلى أن تموت خير من أن تحيا بيأس إلى أن يدركك أمل. أيها المسلمون عباد الله، ظنوا بالله خيرا، وأن الله عز وجل سيغير الحال وسيغير الأمور، فبعد العسر يسر، وبعد المرض عافية، وبعد كورونا نعمة وصحة وعافية. أيها المسلمون، اعلموا أن الغد أفضل، وأن المستقبل أجمل. ستعود المساجد، وستعود الجماعة، وسيعود الحرمين، وستعود الأمور إلى خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أيها المسلمون عباد الله، ظنوا بالله خيرا، وأن العاقبة للإسلام، والذي لا إله غيره، لو لم يبق من الدنيا إلا ساعة لحقق الله وعده وحقق نصره لأهل الإسلام ولأهل التوحيد ولأهل الاستقامة. والذي لا إله غيره، لزوال الدنيا أهون على الله من أن يخلف الله وعده. فهو عز وجل قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالنصر قادم، وأمة الإسلام ستعود، والعزة والكرامة ستعود لهذه الأمة. تفائل يا قوم رغم دموعكم، إن السماء تبكي فيحيى الوادي، والبحر يبقى خيره أيضره. يا قومنا سنارة الصياد، فدعوا اليهود بمكرهم وذيونهم، نمل يدب بساحة الآساد. قسما بمن أسرى بخير عباده، وقضى بدائرة الفناء لعادي. لتدورن دائرة الزمان عليهم، فيكون حقا ما حكاه الهادي. شجر وأحجار هناك بقدسنا، قسما ستدعو مسلما لجلادي. يا مسلما لله، يا عبدا له، خلفي يهودي أخو الأحقاد. تعال فاقتله فطهر تربنا من رجزه، لا تبق ديارا من الإلحاد. وإذا قطعت الرأس من حياته، فلا تنسى أذنابا بكل بلادي. فسيعود الحق وستعود الأمة، فأملوا بالله خيرا. ما أحوجنا عباد الله إلى حسن الظن بالله وإلى الأمل بالله، ما أحوجنا عباد الله إلى أن نغير في عباراتنا، وإلى أن نغير من كلماتنا، وإلى أن ننشر الفال والأمل الحسن في أوساط الأمة،
فالأمة اليوم تضج بالياس والضيق. إن الياس عباد الله والتشاؤم جحر ضيق يسعى أعداء الإسلام لحشر الأمة فيه حتى لا تعود لأمجادها ولعزتها ولكرامتها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا وفي دنيانا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص، اللهم إنا نعوذ بك من البرص ومن العجز ومن الكسل ومن سيء الأسقام لا يعلم سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من كارونا، اللهم إنا نعوذ بك من كارونا ومن هانتا ومن جميع الأمراض والأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جميع الأمراض والأسقام. اللهم الطف بنا، اللهم الطف بنا، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واقم الصلاة.